السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رابع درس من دروس الموديول الخاص بقانون الشغل المغربي لجيسلاسيون دو ترافاي بعنوان ظروف الشغل لي كونديسيون دو ترافاي. أولا لا ديكلاراسيون أو لا الإخطار. يجب إخطار أو إبلاغ الوكيل المكلف عند فتح الشركة لأول مرة. هذا الإخطار يتضمن أولا اسم المشغل وعنوانه، ثانيا عنوان الشركة، ثالثا نشاط وعمل هذه الشركة، رابعا عدد العمال، خامسا رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي، سادسا رقم التأمين. من شروط هذا الإخطار أن يحتوي على تاريخ إصداره وتوقيع المرسل. ويجب كذلك القيام بالإخطار في الحالات التالية: أولا في حالة توظيف موظفين جدد، ثانيا في حالة تغيير نشاط الشركة، ثالثا في حالة تغيير مكان العمل، رابعا في حالة توظيف عمال ذوي احتياجات خاصة، خامسا في حالة توظيف عمال مؤقتين. خلال أول سنتين من فتح الشركة على هذه الأخيرة أن تحتوي على الأقل على 10 عمال. بعد التواصل مع ديليغي دو سالاريي أو ممثلي النقابات في الشركة، يوضع قانون داخلي للشركة ويقدم للحصول على الموافقة إلى السلطة الحكومية المسؤولة عن العمل. يضم القانون الداخلي للعمل أولا الأحكام المرتبطة بأحكام التوظيف، أشكال العقالة، العطل، تغيبات، تنظيم العمل، العقوبات التأديبية، حماية الصحة، الأمن المهني، وتنظيم إعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة. قانون الداخلي للشركة يجب أن ينشر في مكان يتردد عليه العمال بكثرة، مثل مكان دفع الرواتب على سبيل المثال، ويجب احترام هذا القانون من طرف كل من المتعاقدين. حماية القاصرين. قاصرون الأقل من سن 15 عاما لا يجوز تشغيلهم. يجب أن يثبتوا أن العمل الذي يقومون به لا يفوق قدرتهم بواسطة شهادة طبية مسلمة من مستشفى تابع لوزارة الصحة. نفس الشيء بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. في حالة عدم موافقة المستشفى على عمل هذا القاصر ودراسة موافق أبويه على اشتغاله، الوكيل المكلف لديه الحق في طرد هذا الأجير. لا يوجد قاصر تحت سن 18 يستطيع العمل في أعمال الإشهار أو التمثيل بدون موافقة الوكيل المكلف من وزارة الشغل. هذا الأخير لديه الحق في سحب موافقة وكيل آخر أو موافقته هو إذا ارتأى أن هذا العمل فيه أداء بالنسبة للأجير. La protection de maternité، حماية الأجيرة الحامل. الأجيرة في حالة حمل بعد مراجعة شهادتها الطبية لديها الحق في أن تستفيد من عطلة مؤدى عنها قدرها 14 أسبوعاً. بعد الولادة للأجيرة الحق في إرضاع طفلها، لذلك أعطاها القانون الحق في نصف ساعة من الغياب مدفوع عنها صباحاً ونصف ساعة أخرى بعد الزوال لمدة 12 شهراً. إذا كانت هذه المدة غير كافية بالنسبة للأجيرة، فلديها الحق بعد الاتفاق مع المشغل من الاستفادة من عطلة غير مؤدى عنها قدرها سنة واحدة. حماية ذوي الاحتياجات الخاصة. جميع الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم حماية عملهم بواسطة شهادة مصادقة عليها من طرف طبيب مهني مكلف ومن لجنة الأمن والسلامة المهنية. الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة يحافظون على عملهم بعد التدريس خاص يهدف إلى تأهيلهم، إلا في حالة وجود خطورة على الأجير إذا عاد ليزاول مهنته. من الأشياء الممنوعة على المشغل تشغيل الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة في مواقع العمل التي تشكل خطورة على الأجير. يجب على الأجير الحصول على فحص طبي ليتمكن المشغل من اختيار موقع العمل الأفضل والمناسب له. الفحص الطبي يتكرر كل سنة. على المشغل تسهيل العمل على الأجير وضمان حمايته المهنية، وكذلك تطبيق مبدأ قيمة متساوية وراتب متساوي بالنسبة لكل الأجراء سواء كانوا ذو احتياجات خاصة أو لا. ما تنساوناش من الدعاء ديالكم، وباش يوصلكم دروس جديدة نمرجو الضغط على أيقونة تابوني أسفل الفيديو.